اهلا بحضراتكم جديد. عايز اقول لكم في الفاصل المهندس عاد يستقبل مكالمه عشان تشوفوا تاثير الاشقاء العرب في تعاطيهم مع حب الاهلي بالعمق ده. حاج تيسير الهواري. حاج تيسير الهواري واحد من الرموز الاهلاويه اللي لا يقارن ولا ينافس يعني. ومع هذا الراجل اتصل بالمهندس عاد قال له الراجل اللي انتوا جبتوه ده خالد الحدي اثبت لي ان انا مش اهلاوي، ان انا مش حاجه جنبه، لان انا مش قادر اعبر عن حبي للاهلي بالطريقه دي، امتناني للاهلي بالعمق الوجدان اللي الراجل بيتكلم بيه. بس هو ده النادي الاهلي يا حاج تيسير، هو ده النادي الاهلي من تاثيراته الكبيره على وجدان كل محبيه في الوطن العربي. اذا كان خالد الحدي المعلق البحريني المتالق في القنوات القطريه كان عنده كل هذا الحب للاهلي، فكان التقدير ايضا للاهلي في كل مكان. السفير السعودي السيد احمد عبد العزيز قطان، وده كان سفير السعوديه في القاهره لسنوات طويله وواحد من اعضاء النادي الاهلي المحبين قوي للنادي الاهلي. انا متربي في الاهلي. ودلوقتي وزير المملكه العربيه السعوديه لشؤون افريقيا كتب تويته بيقول السيد احمد القطان: الف الف مبروك للنادي الاهلي المصري وجماهيره ولصديق العمر الكابتن محمود الخطيب بمناسبه الفوز ببطوله السوبر الافريقيه السابعه. وهو فوز مستحق وهارد لك لنهضة بركان المغربي على الأداء المشرف، الأهلي بطل أفريقيا. ده السفير أو الوزير السعودي. الكاتب اليمني المتوهج في حب الأهلي صديقنا محمد العوالقي كتب لموقع توفا اليمني مقالة كبيرة جدا بعنوان سوبر زمانه. أخذ لكم بعض مقتطفاتها. إذا كان مدرب الأهلي بيتسو موسيماني قد أخمد بركان نهضة المغرب في الشوط الثاني ونجح في فك طلاسم خصمه في شوط المدربين، فهناك من خارج حدود الملعب من كان هو الملهم الذي فجر في اللاعبين عيونا ماؤها كالزلازل. وبيقول الكاتب اليمني: في اللحظة الفارقة التي طوق فيها لاعب الأهلي عنق رئيسهم الكابتن الخلوق محمود الخطيب بميدالياتهم الذهبية في مسرح الملعب التحفة جاسم بن حمد، أدركت فعلا أن سر وتفاصيل انتصارات الأهلي في المباريات ذات الطابع الكبير تكمن بالفعل في تفاصيل إنسانية خاصة تكشف عن مدى الرابطة الكيميائية التي تجمع اللاعبين بإدارتهم روحا وانسجاما. أنا عمال أدور، عمال ألف، عمال أدور على كلمة تلخص المعنى. أيوه. الكلمة دي التفاصيل الروابط الإنسانية. أيوه. هي بالظبط بتلخص المشهد، بيلخص العلاقات اللي موجودة داخل النادي الأهلي. يعني رئيس نادي مع لعيبة هم في هذه اللحظة شايفين إن الراجل ده عبر كل الحدود بالنسبة لهم إلى إنسان كان صادقا ومخلصا ومؤازرا وداعما، وبحجمه الكبير ده يستحق ان يتقال له شكر بالطريقه دي.